بيبي جانج. بيبي جانج. ولكن أي شداس مطلوب صراحة. أي شداس راك عارف هما عندهم بالسيرة ورقة كيكسبوا داك الشيء زايد وكيكسبوا داك الشيء اللي باغينه. واه عرفتوا شحال داز على اخر راب نيوز درنا؟ جايه لكثر من 3 شهور ما درناهاش. نظرا ان الراب كان موقف تقريبا ما كان فيه ما يتقال، كانوا غير البيفات اللي كنا كنكتفيو باننا نديرو ريفيو لكل تراك خرج بدلا من الاخبار. ولكن دابا جا الوقت فراه الله ما يتقال، وفي الحلقه ديال اليوم بالضبط تكون عامره ديال بصح، حيت ما غندوش لكم على الروابا المغاربه اي اللي داخل المغرب، بل حتى على المغاربه اللي برا والروابا اللي انترناسيونال، يعني ماشي ضروري يكونوا مغاربه. كلشي راب نيوز جلوبال. مور هذا الفيديو تخرج فيهم كلشي من المشكل اللي طرا ما بين سمول اكس وشوبي، مرورا احتجاز بيبي جانك في الدار المشكل اللي وقع عليه هادي شهر، حتى الالبوم ديال كانيو واز جديد اللي بلبلها ديال بصح. اتعرف كلشي اون ديتاي. بالمقابل خلي معك شي لايك شي كومونتير زوين ونخليكم مع ونكس بنت اللي كتعتبر واحده من احسن المواقع اللي بغيتي تلعب على الفرق ديالك المفضله. هو ضروري ما تركزوا على ثلاثه الحوايج. اول حاجه وضروري مهمه، ضروري ما تكون في 18 عام. ثاني حاجه اللينك كيخدم في المغرب. وثالث حاجه ما تنساش تخدم البرومو كود ديالي فرح 11 باش يعطيك 130 دولار. ونصحكم حتى واحد الجروب تيليجرام اللي هو هذا اللي كتعتبر احسن جروب كاين الا بغيتي تلعب على الفرق المفضله ديالك. اخليكم هو في الديسكريبشن. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. نبداو باخبار المغاربه اللي في المغرب. فين عندنا داد اللي في بديت هذا العام خرج اوبي اللي لقات نجاح كبير ديال بصح، سماها ميدين مروكو، فحال واحد التراك فيها مع البيك واللي كانوا فيها جوج ديال لي فيت. هاد لوبي كان ديجا لحملنا تراك مكليبي عام قبل سميتو بجوج، ولكن كيبقى انجح تراك في لوبي هو عادي جدا اللي جاب فايب جديده. هادشي فيما يخص داد. نمشيو لسمول اكس اللي هادي ثلاثه سيمانات خرج تراك ديال غاز لايت اللي شار فيه واتاك نوعا ما شوبي الرفيق ديالو السابق واللي كانوا مكونين شايفين، امر اللي خلاه عاوتاني تنوض بيناتهم. وشوبي جاوبو بهاد التويت هذا في تويتر، ندعيكم انكم تفرجوا في هاد الفيديو يلا لحوا الباترون على شايفين كيفاش تفرقوا كلشي ولا ديتايلي يلا لحوا هاد السيمانه. هادشي فيما يخص شايفين. نمشيو عند المورفين اللي باي ذا واي كراكون جديد في انستغرام، اي واحد متبع ولا فان ديالو فهاي الباج باش تتابعوا فيها وتعرفوا الكونت اوفيسيال. نبقاو مع المورفين حيت هاد الايام الاخرى خرجت التصويره ديالو هو حليوه اللي هو اللي هاد السيمانات ولا هاد الايام الاخرى كيتلقى في استوديو مع بزاف الروابا اللي منهم لانكوني طوطو وبزاف اخرين، امر اللي كيبين لينا ان حليوه خدام على الالبوم ديالو ديال بصح فهاد ليبوك. ونيترا يلا هاد السيمانه هادي تسرب لي تراك مع الجراندي طوطو اللي اضطر انه يلوحو. جو بونس كان باغي الالبوم بانتيرو خاص الباتاتا عندنا كيفرقوا في البركه في الدرب دراري كيتفرقوا باركين. يعني واش نشوفوا في الالبوم ديال حليوه طوطو لانكوني مورفين شكون اخر واش كاينين بعدا؟ غالبا يكونوا سميات كثيره والالبوم غيخرج عما قريب. هادشي فيما يخص حليوه. مشاو عند ستورمي اللي كيف ما قلنا البارح خرج اول البوم ديالو سولو اللي لقى نجاح كبير ديال بصح ايسبرغ. مورا ما كان دار البوم واحد مو وطني جاك بوت. الالبوم ديال ايسبرغ غيدير ليه تقديم مع سبوتيفاي وغيدير ليه حفل ديالو الراسو اللي حضر فيه فارغاس في الرباط. نبقاو في لي شونيت. في حاليا الجراندي طوطو خدام على تورني ديالو اللي كان عنده جوج ديال ليدات في اسبانيا اضطر انه يانوليهم في برشلونه وفي مدريد نظرا للصحه ديالو حيت انا الطبيب ديالو قال ما تقدرش ديرها في ليبوك. وعنده دي شو قبل من رمضان في فرنسا ومورا رمضان عنده شو في كازا اللي باي ذا واي هاد الشو في كازا غتحل لابيه تخي ديالو غدا. يعني اي واحد بغى يحضر ليه كيشي بوين غدا غيتحلو في كل تيكي ب 250 حتى 700 درهم. هادشي فيما يخص طوطو. نمشيو عند شوبي وماد اللي نهار 16 في هاد الشهر اي شهر جوج عندهم شو في فرنسا في باري. نتمنوا لهم التوفيق واي واحد باغي يشوفهم وكيف في الغربه ولا فرنسا ولا في باري بالضبط هادي الوقيته هي لانونس. فيما يخص التراكات اللي خرجوا الصراحه صعيب بزاف تذكر كاع التراكات اللي خرجوا في هاد البيريود، مي ابرزهم هذا التراك ديال علي الصامد اشحال ساوي مرتك خايب صعيب باش يتداوى سبيكي قوي الحساب كيسالي من الاول المهلوس واخا واحد بزاف بينا صحابنا طاحوا معينينا دبونا فرنساويه ولحشي الزعره مروكينا الفيت ما بين كليماندو والدولي ميرسي جالا مرسيدس باكاجي لي كالس لا شارجي غاد سي ال اس التراك ديال مستر كريزي الفيت يلا خرج اليوم بين فاركاز وأونزي بضاف البروجيات اللي ديجا شرنا ليهم. كاين واحد الدري اللي فريمون خدام على راسو في السكات اللي سميتو المهدي كتعجبني موسيقتو شخصيا وعقلو على هاد التسميه مزيانه الاخوان. دعيكم انكم تعطيو وقت وتصنتوا له هاد الزنقه ماشي ماماك واخا كاين الحب ما كاينش الحنان ما كاينش الضمان ما كاينش الحظ كتجيب العمل بانتظار انه لو ام يخرج لنا لوبي ديالو ولا تراك منه ومروان خرجنا شي حاجه صعب. اما فيما يخص لي كونسيبت اللي متعلقين بالراب اللي خرجوا مؤخرا ابرزهم عندنا ديال سفيان فحسي اخ ديال طوطو اللي بدا واحد لي ميسيون واحد البرنامج كيصادف فيه الروابا فين كيدويو الى اخره. كان عنده الضيف الاول هو باكون اللي كندعيكم انكم تفرجوا فيه بالاضافه لانه كيفلوغي لي شو الافتتاحات ديال لي زالبوم غتلقاهم في لاشين ديالو. دابا ندوزو للمغاربه اللي برا المغرب فين بداو بمراد. لهاد السيمانه هادي وقع لي صداع مع البوليس فين خرجوا
واحد الفيديو انتشر كيبان فيه بحال شاقل عليهم ضارب معاهم. التيمورا مدهم بعاد عليهم، ما كتسمع حتى شي صداع بين المراد والبوليس عكس هادي عام ولا عامين. فرجع مكونسونطري في موسيقته بعد ما خلاو يدخل العي ديالو، عاوتاني كيجبدوه حيت اش واقف هجدو مع دري صغير كيجبدوه بالتالي كيعاملو بحال هكاك. وبلانش نخليكم على اللقطه. وترى لاحظتوا انستغرام ديالو فحال هاد ليبوك هادي كتلاحظوا انه غابر شويه، ما عرفتش علاش. نبقاو مع مراد نيت في خرج واحد اللقطه من الانترفيو اللي دار مؤخرا مايس، كيشكر فيها مراد وكيقول علاش هو الفنان الوحيد اللي برا فرنسا اللي دار معاه فيتورينغ. خليكم معاه سي مراد. Comment tu l'as découvert cet artiste? Je le connais ça fait enfin je le connais en tant qu'artiste ça fait 2-3 piges. Je sais pas si je suis grave à l'actualité, je suis souvent en retard moi. Même si c'est un mec de mon bled et tout, je suis quand j'ai écouté le son par exemple avec Rimka, c'est une dinguerie. Après je m'intéresse vraiment plus à lui, j'écoute. Après je suis en mode dès que j'écoute la prod, je dis en mode il faut que je pose avec lui. Premier feat inter. C'est rare. من مايس نمشيو عند بيبي غانغ اللي الصراحه داكشي اللي وقع ليه خاصو حلق الراس. وعاوتاني قولوا لي واش تبغون نجيب لكم غدا. فمورا داك الصداع اللي كان وقع ليه ولا تحكم سبابه بخمس سنين وربع شهور، زادوه بلان اخر غشهر اللي فات فين اتهموا انه تيرى في صاحبه في رجليه، جا يدق عليه ولا دخل عليه مش شرجم ولا كذا، تيرى ليه في رجليه. امر اللي حيدوا لديك الحريه الصغيره اللي كانوا عاطينهم ديال انه يتنقل ما بين 8 الصباح حتى 8 الليل، وحبسوه كليا في الدار. واني لو لي قال لي الشو اللي كان عنده اللي كان غيدخل منهم فلوس ديال بصح في انتظار انا هذه المحاكمه. هذا الموضوع خاصو فيديو ديال راسو باش نعاود لكم بالديتاي داكشي كيفاش بقى غادي وشنو درو معاه في القضايا اللي قبل. قولوا واش غنشوفو فيديو غدا. واخيرا وليس اخيرا كاخر مغربي عندنا برا، فرنش مونتانا اللي البارح حضر الفينال ديال السوبر بول اللي تيكي باش حضر غالي بزاف، فين تما تلاقى مع اي سبايس كاني ويس ومختلف المشاهير. ما راه ديما كيدير هادشي فيما يخص نيوز ديال المغاربه ديالنا اللي على برا. نجيو دابا الاخبار العالميه، فين نبداو باندي روس ستريمر معروف كيك اللي كان جاب جوج روابا نصبوا عليه هاد السيمانه اللي فاتت. الاول هو 21 سافيتش اللي كان جابو عنده الستريم لعب معاه كارطا وربح ليه شي 250000 دولار ولا كذا. من بعد اكتشفوا انه كان كيغش باش يربحو، ولكن غيتصالح معاه وغيفكوا داكشي بيناتهم. الرابر الثاني هو بلاي بوي كارتي اللي عطاه جوج المليون ديال الدولار ولا 8 مليون دولار يدير راس باش يحضر مع الستريم. الوعره هي انه حضر مع 6 دقائق ويمشي في حاله، بحال نصب عليه في المده اللي كان باغي يدير مع الستريم. وتا ديك 6 دقائق كان مخبي اللور ما كيدويش ما كيتحركش، يعني بحال نصب عليه. ودخلوا دابا على لي كومونتير سو ديال توني من سيفيتش وخف كل مشكل ولا ديال بلاي بوي كارتي في لي بوست ديالو ما تلقاهم عامر يسبان. هادشي فيما يخص ايدين روس. نمشيو عند دريك اللي خرجت واحد الفضيحه ديالو هاد السيمانه نيت خصوصا في تويتر، فين خرجوا تصورت عريان صيفط لشي دري ولا كدا ويتبارطاجيها تصراها دغيا. هو رجع ضحك بارطاجا واحد التصويره قال لهم انا راه مخبي الجسم ديالي باش ما نخلاش العالم، ما بغيتش ندخل في لي ديتاي. اي هنا نمشيو دابا عند كاني اللي من بعد ما اجل الالبوم ديالو جوج ولا ثلاثه المرات اخيرا خرج اللي كان عنده فيتشرينغ مع بنته الصغيره، تخيلوا. وفين طرح مع السيت ويب ديالو yeezy.com اللي كيبيع فيه الحوايج وصبرديلات وداكشي ديالو. السيت اللي غيدير ليه برومو في سوبر بول، والغريب هو انه غينفيستي كاع الفلوس فاش انه يحط ليهم سبوت في سوبر بول، ما يبقاش عنده فلوس باش يدير الاشهار بحد ذاته. دونك غيدوز على ستوري خلص على شي 7 مليون ديال الدولار، تخيلوا. دونك خلص 7 مليون ديال الدولار باش دوز ديك ستوري 30 ثانيه نسى ما يدير الاشهار، ما بقاش عنده فلوس. خليكم معاه. But the idea is I want you to go to yeezy.com, yeezy.com, and I'm going to write it at the bottom of the screen, and I got some shoes, and واخيرا وليس اخيرا عندنا جوائز ديال الجراميز في الفئه ديال الراب ديال واحد الشخص غير معروف اللي هو كيلر مايك، بينما كلشي كان كيتوقع انه غيدير ترافيس ولا شي واحد معروف. امر اللي حقق ترافيس ولا هو واحد التويت ديال مستغرب شنو واخا شنو هذا الشيء. بالتالي ترافيس كينضم للائحه ديال الروابا ولا المشاهير اللي ما بقاوش كيحترموا الجراميز اللي هي اكبر جائزه موسيقيه كانت كتعطى ولا كتعطى. هادو كانوا ابرز اخبار الروابا في العالم سواء عندنا في المغرب الداخل، المغاربه اللي على برا ولا انترناسيونال. قولوا واش تبغوا نجيب لكم هاد الاخبار كل مره هكا ماشي في الراب زعما حتى في كوره في الرياضه في نيوز في اي حاجه واقعه. ولو وصلتي لهنا بغيت في كومونتير ليا نيوز ان او دبليو اس اوكي عرفت كثر شي تالاخر. صدا ما كان في الفيديو ديالنا كان معكم فاروق لايف، نتمنى كون شرحت لكم وفهمتوا لي اهم حاجه. نتلاقاو فيديو جاي، تهلاو ليا فراسكم.